مباراة بتاعت صراع على الزعامة بتاعت الغارة الأفريقية. نعم. الفريق المصري حقق البطولة 7 مرات، نعم. الفريق الكاميروني حقق البطولة 5 مرات، وكل واحد بيحاول يعني يوسع الفارق المصري وده يقرب الفارق، وبالتالي اللقاء بتاع زي ما قلت لك هي صراع على زعامة هذه القارة. لكن المباراة صعبة جدا على المنتخب المصري، لأنه بيلاقي فريق بيلعب على أرضه وعلى جمهوره، وفريق يمتلك يعني نجوم كبار، إضافة لأنه العوامل الموجودة في أفريقيا برضو. نعم. يعني عوامل الأفريقية دي حاجة مؤثرة جدا بالمناسبة. نعم. يمكن الاتحاد المصري يعني احتج على الحكم. نعم. والعامل التحكيم برضو عامل مهم جدا في المرحلة دي. والكاميرونيين على رأسهم ميلا، فبالتالي هم اتحادهم خطير جدا في اللعب خارج الملعب، وحتى انه اليوم القرارات بتاعت الانضباطيه اللي حصلت للمنتخب المصري وتقريمه وايقاف مساعد المدرب، دي كلها اشياء يعني نعم، فاللعب خارج الملعب ايضا بيكون عامل في هذه المباراه، ومباراه صعبه جدا على المنتخب المصري. لكن المنتخب المصري ايضا فريق كبير ومر كثير بمثل هذه الظروف، وقادرين على التعامل مع هذه الاجواء الكبيره. نعم. في هداف البطوله